السلام عليكم طلبتي الأعزاء، ما عندنا اليوم مادة أنظمة القدرة الكهربائية لفرع هندسة الطاقة والطاقات المتجددة لقسم الهندسة الكهروميكانيكية. معكم مدرسة المادة دكتورة سمر جعفر إسماعيل. اليوم راح نحل شيت، عندنا شيت راح نحله لموضوع الاندكتنس بالأوفر هيد ترانسميشن لاين. عندنا مجموعة من الأمثلة راح نتعرف عليها ونشوف شلون راح نحل هاي أسئلة هاي الموضوع. الاكزامبل الاول مثل ما تشوفون نجي نقرا اباندل كوندكتر لاين، من دي يقول لي باندل دائما اخلي بنظر الاعتبار انه الكوندكتر متكون من مجموعه من الكوندكترات او الكومبوزيت كوندكتر. has four conductor pair bundle، يعني كل كوندكتر كل باندل بها أربع كوندكترات. خلينا نشوف ايش ديوجي يوصفها. The four subconductors are placed at corner of square. هذا اللي يتراوالي، يعني عندي كأنما هذا square الباندل صايرة انه أربع كوندكترات مثل ما تشوفون تقع على أطراف أو زوايا المربع. placed at corner of square side of 25 متر، عفوا سنتيمتر، 25 سنتيمتر، كل واحدة من هاي الأضلاع هي 25 سنتيمتر، وهكذا. The radius of each subconductor، هذا الكوندكتر الواحد بيهم، الراديوس مالته الـ R راح يساوي 1.573 سنتيمتر. Find the geometric mean radius. ما رايد كل شيء بس رايد geometric mean radius of this configuration. هذا الconfiguration رايد geometric mean radius. لو اجي على هذا القانون هسه، أول شيء إحنا قلنا بالإندكتنس دائما لازم أحول كل R إلى R داش. ال R داش شو يساوي؟ R في 0.7788. ال R هو ناطيني إياه صريح بالسؤال، قايل لي إنه 1.573، فأجي أشوف أضع 1.573 في 0.7788 هاي النتيجة راح تطلع لي. قانون الجيومتريك مين راديوس اللي هو دي اس راح يساوي 16. هاي 16 منين جتي؟ جذر 16 هاي جاية من 4 في 4. ايش كم باندل عندي؟ ايش كم الاربعة الكوندكتر بير باندل مثل ما هو قايل لي بالسؤال، هما أربعة مثل ما شفنا. هاي أربعة عندي كوندكترات أربعة سب كوندكترز عندي بالكوندكتر الواحد، فأربعة في أربعة صير 16. لو أجي هسة على المحتويات هنا إيش راح أصير عندي؟ إذا تتذكرون هي أبعاد كل عن الكوندكتر. هذا الكوندكتر عندي كم عندي؟ أول شي راح أضع الار داش، هذه هي الار داش. هسه أجي أضع 25 25 و25، يعني شنو عندي؟ هذا الكوندكتر الأول شقد المسافة هنا؟ 25، وهاي شقد المسافة هنا؟ 25. المسافة الأخيرة اللي هي 25 جذر 2 هي المسافة بين هذا الكوندكتر، يعني هذا القطر. هسه لو تجون تستخدمون نظرية فيثاغورس، أي تربيع زائد ب تربيع يساوي سي تربيع، 25 زائد 25 يساوي سي تربيع. أجي أبسطها تصير 50 زائد سي تربيع، من عدها راح تساوي سي تطلع 2 جذر 2 25. أجي أعوضها هنا كلها مرفوعة للأس 4 حسب القانون. الأربعة هي نفسها مثل ما قلنا كوندكتر بير باندل، تطلع عندي هذه هنا النتيجة اللي هي الجي ام ار. هذا بالنسبة للمثال الأول.
سنجي للنسبة للمثال الثاني. أجي أقرأ السؤال، دائما أقرأ السؤال بتركيز وانتبه على المعطيات. المعطيات اللي ناطيني 400 kV 3 phase. ها، أول شيء انتبه إنه هي 3 phase bundled conductor with 2 subconductor. كل واحد من هاي ال 3 phase هي subconductor. One with 1.6، يعني هاي شنو؟ هذا الradius مالتها 1.6، معناها هذا الradius. زين، أول شيء يريد find the inductance per phase per kilometer of line. ثاني شيء compute inductance of line with only one conductor per phase having same cross section area for each phase. هسه نجي نشوف ال R dash. ها، بداية هذا هو الرسم معطى بالسؤال طبعا، لأن المسافات ما مثبتة، ما معطاة بالسؤال بس مثبتة هنا. عندي هذا هو phase A وهذا A داش، هذا B، هذا B داش، هذا C، وهذا C داش. المسافة بين كل phase هي 45، يعني هذه هي نفسها D. والمسافة بين كل conductor كل phase وphase هي 12 متر مثل ما مثبتة أمامكم بالشكل. المطلب الأول وبداية يريد find the inductance per phase per kilometer. فأجي قبلها أحول عندي ال R، أحوله إلى effective radius. شلون؟ أخذ نصف القطر اللي ناطيني إياه radius وأضربه في 0.7788 نحصل على هذه القيمة. هاي القيمة هي اللي بعد أستعملها، ما أرجع أستخدم قيمة ال R. تنتبهون على هاي الملاحظة. الجي ام ار شو يساوي؟ ار داش في الدي في ار داش في الدي يمترك مين راديوس. الار داش انا استخرجته والدي انا اعرفها هي 45. ليش ار داش في الدي؟ لانه هي بالحقيقة ار داش في الدي الكل تربيع تحت جذر التربيع. فاجي اعوضها، فهاي التربيع راح تروح ويا هاي التربيع، راح تبقى كأنما عندي فقط R داش في ال D. تطلع المسافة 7.19 DAB. هسا أريد أوجد المسافة بين A و B، phase A و phase B. زين، إيش قد المسافة؟ طبعا راح أخذها بين phase A و B و B داش، بعدين بين A داش و B وبي داش، يعني لكل الكوندكترات راح اخذها بنظر الاعتبار. فخلي اعرف انه المسافة هنا بين A و A داش، راح هنا وين تقع ال 12 هاي المسافة؟ هي بمنتصف هاي المسافة. لو بس ليس عندكم اشتباه من نجي نطبق القانون، خلي نجي نشوف شلون راح نحسب المسافات. ال D بين A، المسافة بين A و B هي نفس المسافة بين B و C. تلاحظون هي مرة واحدة كأنما راح نستخرجها D A B هي نفسها B C. المسافة شقد هي 12 بين الكوندكتر الأول، 12 زائدا 0.54 في 12 بين قوسين 12 ناقص 0.54. المسافة بين A و B داش هي شقد؟ عفوا، بين A و B هي 12، هاي المسافة 12 في 12 زائدا هنا، لا احتاج انه اعرف شقد هاي المسافة هنا. هنا عندي ايضا فرق بالمسافة، ونفس الشيء بحالة الفيز A داش بالنسبة للبي وبالنسبة للبي داش. الأولى هي 12 واللخة هي 12 ناقص 45. ليش؟ لأنه هاي المسافة هنا هي الفرق، عندي نص 45، يعني كأنما 45 على 2 هي هاي المسافة. ونفس الشيء عندي هاي 45 على 2.
فهنا هم نفس الحالة بهذه الفيز أيضا هي 45 على 2 وهذه اللي هي منها لهنا وهاي منها لهنا أيضا 45 على 2 فبالحالة الأولى كأنما دا تنجمع من هنا هاي المسافة ويا هاي المسافة فكأنما هي حتصير 45 على 2 و 45 على 2 هي نفسها 45 وبالحالة الثانية هذه جدي يصير بها دا تنطرح نص المسافة منها ونص المسافة منها فكأنما هي 0.45 نفسها فأستخرج النتيجة ال DCA الموضوع رح يختلف تماما ليش؟ لأن المسافة هنا رح تتغير المسافة الكلية هي 12 + 12 وتساوي 24 تشوفون هنا 24 بس فرق المسافة هو نفسه لأن المسافات بين الكوندكترز اللي هي دي هي ثابتة هي كلها 45 فنفس الفكرة النقص اللي دنعوضه من صفحة الفيز A للأي للسي هذا النقص هيكون منها 45 على 2 ومنها 45 على 2 والنانة هذا كجمع عفوا والطرح كذلك فرح تصير 24 زائد 45 والحالة الثانية رح تصير بين إذا فيز A إلى C و C داش حصير 24 ناقص 0.45 واستخرجنا بهالحالة ال DCA ال D equivalent رح تساوي هذه القيمة DAB و DBC و DCA أجي أعوضها كلها تحت الجذر التكعيبي الثالث انتبهوا وراح يساوي 15.115 هاي إذا أخذنا المسافة الحالة الأولى هاي حليناها بحالة أنه أخذنا المسافة 45 سنتيمتر بنظر الاعتبار أثناء الحل هسه لو نيجي نقول لو نفرض أنه ما نأخذ هاي المسافة بنظر الاعتبار هاي المسافة اللي هي 45 راح أهملها واعتبر كأنما هما كوندكتر واحد هالحالة راح أقول إنه المسافات بهالحالة المسافات مثل ما تشوفون راح تصير D equivalent 12 × 12 × 24 هذه هي D AB DBC و DCA يطلع الناتج 15.119 وين الفرق صار عندي؟ الفرق صار عندي بالعشر الثالث فإذا أقدر أقول إذا جتني هيك حالة من الأسئلة أقدر أحل الـ D equivalent مباشرة ما أخذ الـ D بنظر الاعتبار أو أقدر أخذها بنظر الاعتبار حسب ما مطلوب من عندنا بالسؤال أجي أطبق القانون أستخرج قيمة الـ L هاي استخرجناها D equivalent على الـ GMR log أطبق طبعا أنتبه أن أوحد المسافات يعني هسه هنا عندي هاي 12 متر فكل القيم هنا طلعت عندي بالمتر فلازم أحولها بالنهاية أضربها في 100 حتى أحولها للسنتيمتر لأن عندي هنا الـ R داش عفوا الـ GMR كان بالسنتيمتر استخرجت هنا كان هذا بالسنتيمتر فأوحد الوحدات ويطلع عندي قيمة الـ L تساوي 1.06 هذا بالنسبة للمطلب الأول المطلب الثاني شدي يقول Compute the inductance of the line with only one conductor bare face having the same cross section area of the conductor of each face يعني راح يكون السؤال كالآتي بمعنى راح يكون عندي كل conductor عنده cross section area كأنما بقد مساحة الاثنيناتهم يعني لو أطبق فيز A و A داش وأقول هو A المساحة مالتهم هو A ونفس الشي بالنسبة B ونفس الشي بالنسبة C بالنسبة ل C ونفس المسافات طبعا 12 متر 12 متر هذه حصير
24 متر. ايش راح يكون بهالحالة؟ شلون راح احسب الاندكتنس بهالحالة؟ لو اجي اقول هسه قبل ما ابدي احل بداية استخرج قيمة الار الجديدة، لان يعني انا بدل 2 كوندكتر صار عندي كوندكتر واحد، فمساحة ال 2 كوندكترز يعني مساحة الدائرة حصير في 2 على الحالة الثانية for 2 كوندكتر. for 1 كوندكتر هذه كانت عندي المساحة، كان عندي 2 كوندكترز، الكوندكتر الواحد كان a by r سكوير. من هذا القانون استخرج قيمة ال r، ال r تساوي a على باي، ال r راح تساوي a على باي. اجي اعوضها بقانون ال 1 كوندكتر هذا من عندنا، راح اطلع اقول a على باي، اجي اعوضها عفوا اعوض ال a على باي، اعوض ال a هنا بمكانها 2 باي 1.6 اس 2 على باي، الباي تروح ويا الباي، يعني السكوير راح تروح ويا هاي الجذر التربيعي، راح تبقى عندي، راح يبقى عندي فقط الاثنين والبوينت 6، راح يبقى عندي فقط الاثنين والاو بوينت 6 والار الجديدة تصير، فهاي هي اللي راح استخدمها بالحل. تلاحظون هنا جذر 2 1.6 هذه قيمة الراديوس الجديدة، أضربها في 0.7788 أحصل على الإفكتيف راديوس الجديد. أجي أقول الدي إكوفلنت هي نفسها طبعا لأن هي ما لها علاقة بالراديوس، ما تغيرت، المسافات ثابتة. أجي أعوض الراديوس الجديد 1.762، طلع القيمة 1.351. بس لو نرجع نستذكر إيش قد طلعت قيمة ال L هنا، 1.06 هذه قيمة ال L. زين هاي بحالة 2 conductor، وبحالة ال 1 conductor لما حولت نفس الكروس سكشن اريا الى 1 conductor تلاحظون الفرق، ياهو الاكبر عفوا اقل، الاقل هي ال 1.3، اسفة الاقل هي ال 1.06 بحالة ال 2 conductor. فإذا نستنتج من هذا المثال انه بحالة انه احنا ليش دا نحط كوندكترز، قيمة ال L راح تقل، بالنتيجة اللوسز عندي، بالنتيجة اللوسز عندي راح تقل. هاي بالنسبة، هذا كل ما يضمن المثال الثاني، اتمنى يكون واضح. المثال الثالث